بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصدقاء الكرام. في هذه الحالة المباركة أنا في العبارة ونحن في بحيرة طوبة، ونحن نريد أن نتكلم عن هذه البحيرة الصغيرة. أصلا أنا لا أستطيع أن أخبركم كثيرا عن هذه البحيرة، ولكن في هذه الحالة أنا أتكلم أمامكم عن قصتي. أصلا كنت صغيرا، يعني في الابتدائية، أريد أن أذهب إلى هذه البحيرة، وانتظرت سنوات حتى انتهيت من المتوسطة والثانوية والعالية، حتى انتهيت البكالوريوس والماجستير. الحمد لله بعد أن تزوجت وصلت إلى هذه البحيرة الجميلة. إذن كم انتظار، كم مدة أنا أنتظر لوصولي هذه البحيرة؟ زمان جدا، من الابتدائية حتى 15 سنة زمان لانتظاري لوصولي إلى هذه البحيرة الجميلة. والآن الحمد لله الأصدقاء الكرام، أنا الآن في جزيرة طوما. هذه الجزيرة مليئة بالبضائع، نحن نستطيع أن نشتري البضائع الكثيرة الجيدة الطيبة. ومن أراد أن يزور إلى هذه الجزيرة الطيبة فلينظر إلى بحيرة طوما. يوجد هناك الجزيرة الصغيرة اسمها جزيرة طوما. والآن انتهينا وزرنا تلك الجزيرة، وسنرجع إن شاء الله إلى مكاننا الأول، وسنأكل الظهر إن شاء الله، نأكل اللذين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.